زمن تحكم فيه هذه الأوراق النقدية والأموال التي تعتبر الوسيلة الأساسية لعيش الناس على هذا الكوكب. المال يساوي السيارات والمنازل والأشياء الثمينة والطريق إلى السلطات أيضاً. ولكن هنا إنسان يعيش على عدم الصرف أبداً، حيث يعد هذا الكائن من أبخل المخلوقات على وجه الأرض، فإن الجيني إذا دخل في جيبه يعتبر نفسه في حكم مؤبد، وكل سكان المنطقة لا يحبونه لبخله. إنه قبضة حديدية ومتعب للغاية، يوهب من الناس ويتشحتف لك حتى تعطيه أي شيء، وإذا قال لك سلفني انسى الأمر، تموت أنت ولا يموت حقك، إنه جلدة مكروه. منذ الطفولة وهو يتربص بقايا الشبسي من الأطفال الآخرين لكي يجمعها، فهذه العادة إذا تغلغلت لا يمكن أن ينتزعها بسهولة. أنا مأذون شرعي ومتواجد في الأعراس بكثرة، وهذا النموذج عادة ما أشاهده في الغداوات، وهو يحمل معه كاشي كسبولة وقرن فلفل في جيبه، لا يدع كسكسي ولا مكرونة، جرد مرد يا أبا العيلة. أبسط الأشياء بالنسبة له كنز، فهو يتعب مع الفضلة والعقابات، ويشعر وكأنه فعل إنجازاً كبيراً بحصوله على جغمة معدلة دبل. إنه قفاص جدا ويتربص بالناس، أي شيء يسقط منك يعتبره هبة من الله، ولأنه قنيطة فتوقع أن يأخذ عكشة الأورس من فم فارس النهر وأسنانه مسوسة. يخطط شباب الحي في تزريطه في عشاء بأي شكل من الأشكال، وهو لا يهون عليه شيء، ولكن بعد جدال وعناد وافق القبض على العزومة، وهذا أمر استثنائي. تعاندت أنا وأصدقائي في حال عشان هذا القفاص أن أحلق شعري، ومن أجل قصعة كسكسي منه، وبالفعل استطعنا إقناعه. المكان بيت القبضة الحديدية، المناسبة عشاء العناد، وكان لهم ما أرادوا. ولكن قبل ذلك يجب أن ينفذ الشرط. لقد ريشوا جدة، والآن حان وقت الماكلة. أنا والده وغير راض عن تصرفاته، ولا أعرف لمن طالع، فعزومته لهم غريبة، لأن القرش لا يخرج من جيبه أبدا إلا بحضرة. انتهى العشاء وهم ينصرفون الآن،
ولكن ليس تماما، إنها نصبة. لقد جرى بهم. لقد ضحك علي وجاب العشاء من عرس جيرانهم ولم يخسر درهما واحدا. لم يجعني إلا غفتي التي ربيتها من الحرب العالمية الثانية. يا لها من جارية. أنا أستمتع لذلك، ويسألونني أيضا لماذا لم أتزوج إلى الآن. كيف لي أن أتزوج من فتاة وأصرف عليها وهي ليست قريبتي أساسا؟ إذا كان هناك من ستصرف علي ليس لدي مانع، ولن أسجل الزلوفات عليها. بعد مرور أسبوع على هذه النصبة، يبدو أن القبض أنبه ضميره ويريد أن يعوض أصدقائه ويدعوهم لعشاء حقيقي. هل سيقبلون الدعوة؟ نعم، لقد قبلوا. إنه بطل العالم في القفاصة. يا لطيف منه، لقد اتصل بنا ودعانا على العشاء وأنا مخنس منه كثيرا، فقلت للشباب دعونا نراقبه وهو يشتري العوالة لكي نتأكد من صدقه. يراقب شبان القبضة الحديدية وهو يتبضع ويعد الفلوس، وهم في دهشة لرؤية فلوسه لأول مرة. بعد شراء الحاجيات يختبئون لكي لا يراهم أحد. ولكنهم الآن تأكدوا من أن كل شيء على ما يرام. عطه دعوة. كيف فعل ذلك؟ أنا لا أصدق ما هو الذي تغير فيه لكي يشتري من حر ماله ويعشيهم. هذا مستحيل، أنا لا أصدق. بحلول المساء وصل الشباب إلى منزل القبض وهم في لهفة شديدة لتذوق الكسكسي الذي دفع المال من أجله. يأكلون بشراهة شديدة وكأنهم لم يتعشوا من قبل. لم يتركوا العظام حتى. صحة صحة يا ولاد، بعد ما تكملوا في 100 بومشية برا و20 شكارة شمنت وكرها بقزة واللي بيركبوا من الدور الثاني. يا لهم من مساكين. القبضة الحديدية لا يغير من عاداته.